صباح الخير أعزائي المشاهدين، نحن اليوم معكم على شط البحر، المنظر الحلو لهالموج. بدي أخبركم عن غرض أنا بستعمله، أنا عامله يعني. هذا السطل مثل ما شايفين، سطل دهان عادي، حاطط 3 أساطير. بستعمله سواء كنت على شط صخري أو على شط رملي، حط فيه أصبات الصيد، حط فيه كمان مي، أيام بحط فيه حجران إذا كان البحر كتير هيج ما فيني أوصل على المي. بنحط فيه حجران تقل له نتفه صغيره وبستعمله للقصبات، بسند عليه القصبات. كمان اذا عبيناه مي بنحط فيه سمكات ليضلوا شوي عايشين. مثل ما شايفين بيساعد كمان على نقل الاغراض، يعني فيك تحطوا العده كلها بقلبه. مثل ما شايفين حاططن انا بشكل انه يطلعوا يكونوا شوي بعاد عن بعضهم تا ما اتعرقل بالخيط اذا انا حاطط 2 مولينات. رح فرجيكم هلا شوية تفاصيل، يعني اذا بتشوفوا انتو بتلاحظوا في عنا هون قصر 2 انش، هذا 2 انش. بتختموا له كعبه من تحت، بينقص بيتحمى بينطعج، وبعلقه ببراغه، بعمل له براغه هون من جوا، برغي من جوا برغي لبرا، متين قوي بيتحمل ضغط منيح. مثل ما شايفين تاني ميل، ومن ورا هون كمان في عندي انا قصر بستعمله ايام للشمسيه، اذا كانت شمس قويه بحط فيه شمسيه، او فيني استعمله 3 قصبات. انا من اول ما بلشت اتصيد عملت هذا السطل، واكيد صرت مغير اكثر من 10 سطول صار مرق علي. بيتحمل الشغل 2 سنين ضغط، يعني شمس ومية بحر بيتحمل له شي 2 سنين. بتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومة اللي اعطيتكم اياها، اذا حبيتوا الفكرة جربوها.